أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أنه وفقاً لتقييم متوسط نسبة الحالات القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات للمرحلة الحالية، فقد تقرر بدءاً من يوم الجمعة الموافق 23 من يوليو الجاري الانتقال إلى المستوى الأخضر وفق آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد الانتهاء من فترة المستوى البرتقالي الذي تم الانتقال إليه احترازيا أثناء إجازة يوم عرفة وأيام عيد الأضحى المبارك، بناء على ما تم الإعلان عنه مسبقا بشأن عدم خضوع بعض المناسبات لمعطيات الآلية لما يشكل التجمع فيها من خطر على صحة وسلامة الجميع. وشدد الفريق الوطني الطبي على ضرورة الالتزام للجميع بإجراءات المستوى الأخضر، منوها أن كل فرد في المجتمع مسؤول بوعيه والتزامه عن خفض معدلات الانتشار، مشيرا إلى أن مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة أساس نجاح مختلف الجهود ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من كافة مسارات التعامل مع الفيروس.